الأيام القادمة سنتجه إلى هذه المناطق الحرة، راح تكون مع موريتانيا، تكون مع مالي، تكون مع النيجر، تكون مع ليبيا، تكون مع تونس، ثم نتجه إلى أشياء أخرى إلى أن نحقق هذه السياسة. ما يخفش عليكم بأن أنا قلت ونعود نقولها، السياسة اللي انتهزها السيد الرئيس فيما يتعلق بالتجارة الخارجية بدأت تؤتي ثمارها، لأن أي سياسة فيها ما يسمى بالثمار قصيرة الأجل وثمار متوسط الأجل وثمار طويلة الأجل. نحن الآن نجني ونقطف ثمار قصيرة الأجل من خلال أن في 2020 حققنا 2.2 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، في 2021 الرقم ارتفع إلى 5.02، في 11 شهر من 2022 نحن الآن في 6.04. إن شاء الله نأمل أن نصل إلى أرقام في حدود 7 إن شاء الله في نهاية السنة، والسنة القادمة ما هو مسطر هو 10. أنت تلاحظ بأن في ديناميكية وانسيابية في ارتفاع، لأن زيادة حجم الصادرات يتعلق بجميع الشعوب، هذا واحد. ثانيا لو تلاحظ بأننا في 2020 كان فيه تقريبا 200 فقط مصدر، الآن نتحدث على أكثر من 2000 مصدر، يعني في ارتفاع. يعني الآن لاحظتم اليوم يعني بمجرد بداية المهرجان هنا تم الاتفاق بين شركة جزائرية وإخواننا في تشاد على عقد أكثر من 3 مليون أورو. في السنغال عندما رحنا دشنا مع السلطات السنغالية معرض داكار الدولي، وكانت الجزائر ضيف شرف، يعني قبل بداية المعرض تم إبرام اتفاقية بين شركة جزائرية وشركة سنغال بخمسة مليون أورو. يعني تلاحظ الآن فيه تنافس من إخواننا وفيه انفتاح، هذا هو عمقنا الحقيقي. لذلك فأعتقد ما هوش هذا جديد على وزارة التجارة، وزارة التجارة هي آلية من الآليات الموجودة على مستوى الحكومة. هذا برنامج رئيس تم إعداده بصيغة جيدة يؤتي ثماره من خلال تطبيق حرفي للحكومة، وأنا قلت ونعود نقولها ألف مرة أن هذه النتائج ليست وزارة التجارة هي السبب فيها، بل هذه النتائج هي الحكومة. وزارة التجارة هي جزء لا يتجزأ مع إخوانها في الوزارات الأخرى، والتطبيق الحرفي للسياسة التي تم تسطيرها من طرف رئيس الجمهورية